تعطل الحركة بشكل شبه كامل في منطقة حي الشرطة الواقعة بالجانب الأيسر لمدينة الموصل بعد أن باشرت إحدى شركات المقاولات بأعمال الحفريات لإنشاء شبكة المجاري، إلا أن العمل فيها تجاوز المدة المقررة لإنجازه. هذا الشارع صار له سنتين ذي عمره، وعلى أساس أنه هاي المجاري اللي تطوف فيها حي الشرطة، هاي المكان معروفة بالفيضانات، كل شتاء يصير فيضانات. فهذا الشارع صار له سنتين بحالة إعمار، يومية يجون يشتغلون شوية ويمشون. المطار يصير المي للركبة وما نقدر نمشي ولا نقدر نطلع، وبهدلة، وصار سنتين يوم وباكر دي عمروها، ووعدنا المحافظ. وين المحافظ؟ المحافظ كل شيء ما سوى. الكثير من المشاريع في مدينة الموصل يتلكأ العمل فيها بسبب مماطلة الجهات المنفذة في إنجازها، فهذا المشروع في منطقة أخرى لا يزال على حاله ومتلكئ كغيره من عشرات المشاريع دون محاسبة من قبل الحكومة المحلية، ما شجع على تكرار المخالفات في رداءة الإنجاز أو أوقات التسليم المتأخرة كثيرا. يشتغلون بيه بس أكو تأخير كلش بطيء ومتلكئ، يعني يوم ما أكو جوز ثاني يوم ما أكو، تسألهم يقول لهم يعني فد سبب معين أو خلل، الكادر كله ما يطلع. وهذا بالنسبة لحي السكر يعتبر أنه هو شارع حيوي تجاري، والمحلات انقطعت أرزاقها بسبب هذا المشروع. ده تشوف مثل ما ده تشوف انت، يعني صار له فترة كلها منقطع. سوء التخطيط في آلية إنجاز المشاريع جعل انتخابها بشكل عشوائي وغير منتظم، فالكثير من أعمال البنى التحتية جاءت بعد مشاريع الطرق والتبليط، ما تسببت باضطرابات في إنجازها أو تركها على حالها من حفريات وتخسفات. هنالك سوء في تخطيط إدارة المشاريع في المرحلة السابقة. طبعا المشاريع، هنالك ترابط بين مشاريع المجاري ودوائر البلدية. الطرق الموجودة داخل المدينة هي تحت إدارة البلدية، ولكن المواطن عانى كثيرا من تأخر تنفيذ مشاريع المجاري وعمليات التبليط. يعني عملية إدارة المشاريع وتخطيط، ويجب أن تكون البنية التحتية قبل أعمال التبليط، في الفترة السابقة كانت يعني مضطربة. غياب التنسيق بين الدوائر في محافظة نينوى تسبب بفوضى ومعاناة متعددة، منها الزحامات في شوارع المدينة وتعطيل أعمال المواطنين، فضلا عن الهدر الكبير في الأموال بسبب تداخل المشاريع في بعضها، والضرر فيها أكثر من نفعها. أنس الشرقي من الموصل، قناة الرشيد الفضائية.